اسعد الله مساكم كل خير يا جماعه. يا الربع، بما ان اكثر الناس حاليا في البيت وحجر منزلي، جايب لكم موقع لقراءه الكتب اونلاين. حسب تجربتي حق وايد مواقع حق القراءه اونلاين، هذا افضل موقع للقراءه ووايد بيفيدكم ان شاء الله. اسم الموقع كتبجي، تقدر تكتبه بالانجليزي كتبجي.com او تكتبه بالعربي دايركت كتبجي. وبعد ما تدش الموقع اكتب في البحث اسم الكتاب اللي تبي، مثلا مع النبي. اول خيار تحميل كتاب مع النبي، ننزل تحت، هذا هو الكتاب اللي انا بيه الحين ابي حمله. نضغط على غلاف الكتاب يودينا بشكل تلقائي على كلمه تحميل الكتاب. نحمل الكتاب، ننطر شوي جاري تجهيز الكتاب. وبعد ما جهز لنا الكتاب، عندك رابط التحميل PDF1، تتم ضغط عليه ضغطه مطوله 3D touch. عندنا وايد خيارات حق تحميل الكتاب، لكن بعطيكم الطريقه اللي جربتها ضبطت على كل الكتب تقريبا، لان في بعض الطرق ما ضبطت 100%. المهم الطريقه اللي بنستخدمها، اخر خيار تحت شير، نبي نحفظ الكتاب في الملاحظات، فولدر ملاحظات، سيف تو نيو نوت. اوكي، نكتب اسم الكتاب مع النبي، سيف. حفظنا الكتاب في الملاحظات مع الاسم اللي كتبناه. ندش على الكتاب، مثل ما تشوفون هذا كتاب مع النبي. خلنا نجرب كتاب ثاني، وكنت ادوره من مده طويله والله، 40 مال احمد الشقيري، بحث تحميل الكتاب PDF. ننزل تحت، تحميل الكتاب PDF. بعد ننزل تحت، تحميل الرابط الخاص بك سيكون جاهز بعد كم ثانية. الرابط جاهز الحين، get link. ندش على الكتاب دايركت، هذا كتاب أحمد الشقيري. زين، الحين لو جربنا نحفظ الكتاب في الملاحظات ما حصلنا فولدر ملاحظات. ليش؟ لأن دشينا على الكتاب. عشان شي قلت لكم في البداية تضغطون ضغطة مطولة على الكتاب من برا، عقب شير في الملاحظات. هني كاتب لي save to مع النبي، أنا ما أبي الكتابين مع بعض، باخذ ملاحظة جديدة. نضغط على السهم، عطى من تحت new note، نكتب اسم الكتاب هني 40، سيف. هاي الكتابين اللي حفظناهم عندنا في الملاحظات. زين رائد، يا اخي انا ما ابي الكتاب مع باقي الملاحظات، ابي بملاحظه بروح. وهذه حركه وايد حلوه في الملاحظات، تسحب الملاحظه اللي فيها الكتاب يمين او يسار على حسب لغه تليفونك، تضغط على ايقونه الملف اللي هني الفولدر، تضغط على نيو فولدر، تكتب اسم الفولدر اللي تبيه مثلا بوكس، سيف. سوينا فولدر خاص حق الكتب هني. خلينا ننقل الكتاب الثاني، ندش الملاحظات، اسحب يمين، فولدر بوكس. وكل ما تحفظ كتاب عندك في الملاحظات حطه بهالفولدر. ولو ما في كتاب معين في بالك، ترى الموقع فيه اقسام حق الكتب، وانت تختار القسم اللي تبيه. مثلا تروح الرئيسيه، بعض الكتب الموجوده بالصفحه الرئيسيه عندك الاقسام، عندك روايات، الديانه الاسلاميه، قسم عام، تاريخ، عندك وايد اقسام، وكاتب لك من برا كم كتاب داخل هالقسم. يا ربع، نزلت تحت وايد وللحين في اقسام، براويكم مثلا، شوفوا كل هاي اقسام. ما شاء الله، اتحداك تدش الموقع وما تحصل القسم اللي انت بيه. وكالعاده يا ربع، عشان اسهل عليكم الموضوع، يوم تدش الصفحه الرئيسيه للموقع اضغط على سهم المشاركه من تحت، واضغط على اد هوم سكرين. للي ما استوعب الحركه، نبي نحفظ الصفحه الرئيسيه للموقع مع البرامج في الايفون، اد. وحفظنا الصفحه الرئيسيه للموقع مع البرامج في الايفون. الحين كل عليك انك تدش وتكتب اسم الكتاب على طول، مو بتروح سفاري وتكتب اسم الموقع وما ادري شنو، لا، هالطريقه اسهل. وهاي نهايه الشرح لليوم، ان شاء الله انكم استفدتم من الشرح وطرش الفيديو حق شخص محتاج هالموقع، ويعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله.